من عهد الفاطميين حتى الآن، وأول من عرفه المصريون، وبيزداد ويكثر الطلب عليه تحديدا في شهر رمضان، وبيفرح ويسعد به الأطفال بأشكال وألوان متعددة. ففي الظلام التامس أصبح الفانوس نجما ساطعا ورمزا مشهورا لزفاف عريس الشهور. أحد أهم مظاهر الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، بدايته كانت مع فجر الإسلام في عهد عمر بن الخطاب، واستخدمه المصريون للاهتداء به للذهاب إلى المساجد ليلا، وأحد المظاهر الشعبية في مصر، وواحد من الفنون الفلكلورية التي نالت إعجاب واهتمام الفنانين والدارسين، حتى أن البعض منهم قام بعمل دراسة أكاديمية لطبيعة ظهوره وتطوره وارتباطه بشهر رمضان، وبعد كده تم تحويله إلى قطعة جميلة ورائعة من القطع التي تستخدم في الديكور العربي في الكثير من المنازل والأماكن المختلفة. وكلمة فانوس كلمة إغريقية تشير إلى إحدى وسائل الإضاءة، وفي بعض اللغات فيناس، وله كثير من المسميات في اللغة العربية، منها القنديل والسراج والمصباح ذو الفتيل. ويذكر الفيروز آبادي مؤلف القاموس المحيط أن المعنى الأصلي للفانوس هو النمام، ويرجع تسميته بهذا الاسم بأنه يظهر حامله وسط الظلام. وهناك العديد من القصص والروايات عن أصل الفانوس، وأحد هذه القصص أن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله كان دايما بيخرج للشوارع ليلة رؤية هلال رمضان لاستطلاع الهلال، وكان الأطفال بيخرجوا معاه ليضيئوا له الطريق، وكل طفل شايل في إيده فانوس، وبيقوم الأطفال بغناء بعض الأغاني الجميلة اللي بتعبر عن فرحتهم وسعادتهم بحلول شهر رمضان. وبيروى في حكاية تانية أن أحد الخلفاء الفاطميين أراد أن يجعل كل شوارع القاهرة مضيئة طوال ليالي شهر رمضان، فأمر شيوخ المساجد بتعليق فوانيس على المساجد والمنازل يتم إضاءتها عن طريق شموع توضع بداخلها. وفي رواية تالتة أنه خلال العصر الفاطمي كان غير مسموح للسيدات الخروج من منازلهم إلا في شهر رمضان، وأن يتقدم ويسبق السيدات غلام يحمل فانوس لتنبيه الرجال بوجود سيدة في الطريق حتى يبتعد الرجال عن النساء، وبالشكل ده كانت النساء تستمتع بالخروج وفي نفس الوقت لا يراها الرجال. وأول من عرف فانوس رمضان هم المصريين، وده كان يوم دخول المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة في الخامس من رمضان عام 358 هجريا، لما خرج المصريون في موكب كبير اشترك فيه الرجال والنساء والأطفال للترحيب بالمعز لدين الله الفاطمي، وكانوا بيحملوا المشاعل والفوانيس الملونة والمضيئة لإنارة الطريق للخليفة الفاطمي. وتأصلت عادة الفانوس وأصبحت رمزا من رموز شهر رمضان، ثم انتقلت هذه العادة من مصر إلى معظم الدول العربية، وأصبح فانوس رمضان جزءا رئيسيا من تقاليد شهر رمضان، وتعتبر صناعة الفوانيس صناعة غير موسمية، فهي تستمر طوال العام، ويظل صانع الفوانيس يتفنن في ابتكار أشكال جديدة ونماذج مختلفة، وبيقوم بتصنيعها طوال العام وتخزينها، ثم يتم عرضها في شهر رمضان اللي بيعتبر موسم رواج لمنتج الفانوس. وتعد مدينة القاهرة المصرية من أهم المدن الإسلامية المشهورة والمعروفة بصناعة الفوانيس، واللي بتزدهر بها هذه الصناعة، وبيوجد بها مناطق متخصصة في صناعة الفوانيس، ومنها منطقة تحت الربع القريبة من حي الأزهر، ومنطقة بركة الفيل بالسيدة زينب، ومنطقة الغورية. ومن أشهر الفوانيس قديما من حيث أشكالها وأسمائها الفانوس المعروف بفانوس البرلمان، واللي سبب تسميته بهذا الاسم إنه يشبه في نهايته قبة البرلمان المصري، وكمان الفانوس المعروف بفانوس الملك فاروق، وسمي بهذا الاسم لأن الملك فاروق أمر خدمه بتصنيعه وتزيين القصر الملكي في أحد احتفالاته بعيد ميلاده، وتم تصنيع ما يزيد على 500 فانوس من هذا النوع. وأخيرا الفانوس المعروف بفانوس تاج الملك، واللي يشبه في نهايته تاج الملك،
وبنجد في كل عام تطور كبير في صناعة الفوانيس. فبعد أن كان الفانوس عبارة عن علبة من الصفيح وبداخله شمع مضاءة، تم تركيب زجاج مع الصفيح مع عمل بعض الفتحات لبقاء الشمعة تستمر في الاشتعال. وبعد كده مرحلة تانية، وهي مرحلة تشكيل الصفيح وتلوين الزجاج بألوان مختلفة ووضع بعض النقوش والأشكال عليها. وظلت صناعة الفانوس تتطور عبر الأزمان إلى أن ظهر الفانوس الكهربائي اللي بيعتمد في إضاءته على البطارية واللمبة بديلا عن الشمعة. ولم يقف التطور لصناعة الفانوس عند هذا الحد، بل تطور أكثر من ذلك، وأصبح هناك الفانوس الذي يضيء ويتحرك ويتكلم. وأصبح الفانوس يأخذ أشكالا تحاكي الأحداث والشخصيات المختلفة المشهورة في المجتمع. وبمرور الوقت أصبح الفانوس وسيلة ترفيه للأطفال يستخدموه خلف المسحرات في ليالي رمضان وهم يتغنون بالأغاني الجميلة. ويظل فانوس رمضان دائما مصدرا رئيسيا للبهجة والسعادة للكبار والصغار، ويسبب حالة من السعادة والفرح للجميع في استقبال شهر رمضان المبارك، وبيعتبر أهم وأشهر رموز شهر رمضان المبارك.